السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. معكم السيد سو. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا يا أصدقاء، وهو المتعلق بنقاط المهارة وأفضل الأماكن التي ينبغي لك فيها إضافة نقاط المهارة في كل المراكز يا صديقي. لذلك هذا الفيديو سوف يكون مهم بالنسبة إليك يا صديقي، لكي تستطيع أن تستفيد من كل لاعب أكبر استفادة من خلال المركز الذي يلعب فيه، من خلال أن تستعمل نقاط المهارة بأفضل طريقة، وكذلك تختار أفضل المهارات لكي يؤدي معك اللاعب بشكل كبير في أرض الميدان يا أساطير. لذلك قبل البداية جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وخلونا ننطلق يا جماعة. فلو توجهنا للتشكيلة الخاصة بي، فتشكيلتي أصدقاء بأوفر 96، فلدي يعني مجموعة من اللاعبين لحد الساعة لم أستطيع تدريبهم ولا حتى ترقية التصنيف الخاص بهم، لأنني أعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها الكل، وهو بطاقات ماسكرانو. لحد الساعة أنتظر بطاقات ماسكرانو من أجل أن أقوم بترقية بطاقة الخاصة بكفارة، كذلك البطاقة الخاصة بموريانتيس، في لدي الكثير من البطاقات، لذلك سوف أحاول ترقية كل هذه البطاقات في قادم الفيديوهات يا جماعة. لذلك خلونا نتحدث عن أول مركز، وهو المركز المفضل بالنسبة إلي، وهو مركز حراسة المرمى يا أساطير. فبالنسبة لي حارس المرمى، فسوف أتحدث لك عن أفضل الاختيارات في نقاط المهارة، ثم بعد ذلك سوف ننتقل لكل مركز على حدة. فخلونا ندخل للبطاقة الخاصة بحارس المرمى يا أصدقاء. فأنا لدي البطاقة الخاصة بهارت، هذه البطاقة يعني كنت قد أعطيتها 20 تدريب، فأنا ألعب فقط بها في المباريات التي تكون قوية جدا. أدخل بالبطاقة صبيهارت لأنني أحتاج حارس يعمل تصديات خارقة. ندخل للمكان الخاص بنقاط المهارة. كما تلاحظون فأنا فعلا كنت قد صرفت هذه نقاط المهارة، لكن خلوني نتحدث عن أهم نقاط المهارة. كما تعلمون يا أصدقاء، فبالنسبة لحارس المرمى أهم شيء ينبغي لك أن تعطيه في نقاط المهارة هي الارتماء يا أصدقاء، لأن هي أهم ميزة في حارس المرمى. ينبغي لك أن تعطيها 3 نقاط مهارة إذا كنت تتوفر عليها. إذا لم تكن تتوفر على أقل من 3 نقاط، فأنصحك كذلك أن تصرفها في الارتماء. إذا كنت تمتلك أكثر من 3 نقاط، فينبغي لك أن تضع 3 نقاط كلها حتى تصل للحد الأقصى في مهارة الارتماء، ثم بعد ذلك تتوجه لحارس المرمى وكذلك تعطيه نقطة مهارة واحدة من أجل أن يصبح يعني طاقته ماكس من خلال نقاط المهارة. لأن بالنسبة للارتماء فينضاف له 9 في الارتداد و9 في التمركز و9 في الارتماء، لكن بالنسبة للحارس الخاص سوف تجد أن الطاقات يعني تتغير من هذا المكان. كذلك بالنسبة لحارس المرمى فسوف يضيف لك يعني كل هذه الطاقات بنقطة مهارة واحدة يا صديقي. بالتالي أهم شيء في حارس المرمى هو الارتماء. أول شيء ينبغي أن تضع 3 نقاط في هذا المكان الخاص بالارتماء، وما تبقى تعطيه له في حارس المرمى يا أصدقاء. الآن خلونا ننتقل للمركز الموالي، وهو مركز الدفاع يا أساطير. فمركز الدفاع يعني سوف يشمل كذلك مركز الأربي وكذلك مركز الإلبي، لأن نقاط المهارة متشابهة في كل خطوط الدفاع يا أصدقاء. لو تحدثت مثلا عن بطاقة السيبي، فنفس الأمر يتعلق ببطاقة الإلبي وكذلك بطاقة الأربي. لذلك خلونا ندخل للتفاصيل الخاصة ببطاقة كيمياء جماعة. فهذه البطاقة كما تلاحظون أعطيت حوالي 15 تدريب يا أصدقاء. فكما تلاحظون الطاقة الخاصة بكم، فكم يعني ما أعيب عليه دائما، وهو أنه سريع جدا، لكن بالنسبة للتدخلات الدفاعية فلن يعمل تلك التدخلات الجيدة، فيعني بمجرد أن يحصل على الكرة إما بالالتحامات أو بالضغط المهاجم فسوف يفقدها بسهولة. لكن ما يميز هذه البطاقة وسرعته في المرتدات فسوف يكون جيد معك يا صديقي. خلوني أدخل فقط لنقاط المهارة. كما تلاحظون فما ينبغي لك التركيز عليه بالنسبة لأي مدافع، لا بالنسبة للإلبي ولا بالأربي ولا حتى السيبي، فينبغي لك أن تعطي كل النقاط في الدفاع يا صديقي. فيعني أهم شيء وهو الدفاع بالنسبة لأي مدافع. إذا تبقت لك أي نقطة يا صديقي، فأنصحك يا عالمي أن تقوم بإضافتها في هذه الميزة، وهي قلب الدفاع جاد يا جماعة. فهذا المكان يضيف يعني حوالي 10 في الإدراك، 10 في الرأسية، 10 في المراقبة، يعني ما يتميز به المدافع وهي هذه النقطة يا أصدقاء. بالتالي أي لاعب في الدفاع تمتلكه يا صديقي، أنصحك بأن تعطيه 3 في الدفاع. بمجرد أن تعطيه 3 في الدفاع تفتح معك هذه الخاصية الثلاث، ولكن أنصحك يا صديقي أن تعطيها في هذا المكان، لأن قلب الدفاع جاد يعطيك أو يضيف لك العديد من النقاط في أهم الأشياء التي ينبغي للمدافع أن يمتلكها يا أصدقاء. كذلك نفس الشيء يتعلق بالأظهرة يا جماعة. فلو دخلنا مثلا للبطاقة الخاصة بزمبروطة، هذا زمبروطة أسطوري في الدفاع. ندخل مثلا لنقاط المهارة يا أصدقاء، فنفس الشيء ينبغي لك أن تعطيه يعني 3 نقاط مهارة في الدفاع حتى تصير في المستوى الأقصى الخاص بها. ثم أي نقطة تبقت لك يا صديقي، أنصحك أن تعطيها له في الظهير الجاد، لأنك تضيف له سرعه في الإدراك والمراقبة والقوة البدنية والتدخل بوقوفا وبالزحلقة. فهذه يعني أشياء يمكن أن تفيدك في الظهير، لكن لو توجهت مثلا للظهير الهجومي فسوف تجده أنه يضيف لك في العرضيات. لو كنت يعني من لاعبين العرضيات فأنصحك أن تقوم بإضافتها في هذا المكان، لكن لو لا تلعب عرضيات وترغب فقط بالظهير أن يلتزم بأدواره الدفاعية، لا في قطع الكرات لا في مراقبة المهاجمين، فأنصحك يا صديقي أن تقوم بإضافتها له في ظهير الجد يا شباب،
لكي يكون الدفاع معك أسطوري أصدقاء. الآن يا جماعة بعد أن انتهينا من حراس المرمى وكذلك المدافعين وكذلك الأظهرة، سوف ننتقل لخط النص، وخط النص فيه حوالي 3 مراكز أو يعني حوالي 4 مراكز أصدقاء. سوف نتحدث عن بطاقة السدم أصدقاء، وكذلك بطاقة السي إم، وبطاقة الكام التي تكون في هذا المركز، وكذلك بطاقة ال إم وبطاقة الار إم يا جماعة. لذلك خلونا نبدأ بأول شيء وهي بطاقة السي إم يا جماعة. فما ينبغي لك يا أسطورة أن تقوم بإضافته في مركز السي إم؟ فيعني خذها بشكل عام، فأي سي إم تمتلكه يا عالمي فأنصحك يا أسطورة بأن تضيف في البدني أساطير، لأنه البدني شيء مهم 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 جدا في خط النص لا في الالتحامات البدني، خصوصا إذا كنت تمتلك في الدفاع من خلال البنية الجسمية الخاصة به، لا بيلينغهام، لا البطاقة الخاصة بديبروين، لا البطاقة الخاصة بخوليت، لا البطاقة الخاصة بجيرارد، لا البطاقة الخاصة بلامبارد، فكلهم وحوش بدنية، لكن إذا أعطيتهم البدني سوف يصيرون أقوى أقوى بكثير يا جماعة. فبمجرد أن تمنحه يعني 3 في البدني لكي يصير ماكس يا جماعة، سوف ننتقل لأفضل اختيار في هذه الثلاثة، لأنه بعد أن تعطيه هذه الثلاثة في البدني سوف يفتح معك هذا الخيار وهو تغطية الملعب بالكامل، فهذا سوف يضيف له قدرة التحمل وكذلك التحكم بالكرة وكذلك ردود الفعل والتوازن والرؤية. بالتالي أهم شيء في خط النص وهو البدني، ركزوا عليه كثيرا البدني، لأنه يلعب دور كبير في التحكم في خط النص يا جماعة. الآن يا شباب خلونا نتحدث عن بطاقة السدم أو أي بطاقة تمتلكها في خط السدم. فكذلك ينبغي لك يا أسطورة أن تقوم بإضافة كل النقاط المهارة الخاصة بك في مركز الدفاع، لأن مركز الدفاع مهم مهم جدا في مركز السدم. أنا أستغرب لبعض الإخوة يعني يقترحون علي كثير من البطاقة في مركز السدم، لكن يا أساطير أنا جربت تقريبا أغلب البطاقات السدم، لم أجد ولا لاعب يلتزم بمركز السدم باستثناء بطاقة بيتيت يا جماعة. بطاقة بيتيت لم تجده يتحرك ولا خطوة من مركز السدم، دائما تجده قرب لاعبين السي بي وكذلك قرب اللاعبين السي ام، لكن لو تحدثت عن اي سدم اخر سوف تجده غالبا ادواره هجومية اكثر من دفاعية اصدقاء. لا هذه البطاقة الخاصة ببيتيت ولا البطاقة الخضراء 93، فيعني بيتيت يعني سعره رخيص لكن اداؤه خراف خرافي بشكل كبير في ارض الميدان يا جماعة. ولو قررناه مع بطاقة رودري فيعني يمكن ان اقول لكم ان ما يميزه على بطاقة رودري هو سرعته، لانه اسرع بكثير من بطاقة رودري يا جماعة. بالتالي اهم شيء في مركز السدم وهو الدفاع، اعطيه 3 نقاط مهارة في الدفاع يا اساطير. بالنسبة للنقطة المتبقية سوف اريكم اين يمكن ان تصرفوها يا جماعة. فبالتأكيد بمجرد ان تقوم باعطاء 3 في الدفاع سوف يفتح معك هذه المهارة وهي المرسات يا شباب. هذه المهارة سوف تعطيه يعني الادراك وكذلك المراقبة وكذلك القوة والتوازن والتدخل، يعني اهم الاشياء التي ينبغي ان يتوفر عليها السدم سوف تجدها في هذه المهارة يا جماعة. بالتالي ان تعطيه 3 مهارة في الدفاع ويفتح معك هذا الخاص بالمرسات تقوم باضافته لها يا جماعة. الان يا اساطير خلونا ننتقل لمركز الكام يا جماعة. فبالنسبة لمركز الكام، فمن يرغب بأن يشتري أو لمن يحترفون الخطة التي يتواجد فيها كام، فيعني دور الكام دور مهم، يعني فأي لاعب يركز يلعب في مركز العشرة فإما أن تجده في مركز العشرة بالتسديدات الخاصة به وكذلك بالمراوغات والاختراقات، وإما أن تجده رأس حربة ثاني إلى جانب الرأس الحربة الذي تمتلكه. بالتالي فالكام يعني دوره أكثر هجومي مما هو دوره في خط النص يا جماعة. لذلك خلونا ندخل لنقاط المهارة. فبالتأكيد أي واحد يمتلك بطاقة كام فأفضل اختيار وهو التسديد يا جماعة، اعطيه 3 نقاط في المهارة بالتسديد، لان افضل المهارات فانا اعطيها لك يا صديقي الان يا جماعة. بمجرد ان تعطيه 3 في التسديد سوف يفتح معك الاختيار الاخير وهو هداف الظل يا جماعة، فسوف تجده مباشرة اذا كانت الكرة في عمق الميدان او في منطقة الجزاء سوف تجده يعمل الزيادة العديدة داخل منطقة الجزاء، سوف تجده دائما الى جانب الستريكر او المهاجم الخاص بك، بالتالي سوف تستفيد منه اكثر في الشقة الهجومية يا جماعة، خصوصا عندما نتحدث عن الانهاء وكذلك عن التمركز وكذلك على الرشاق وردود الفعل. بالتالي كل هذه الاشياء سوف يتميز بها بطاقة الكام وسوف تنضاف له في الطاقة الخاصة بي أصدقائي. الان يا جماعة سوف ننتقل للمراكز التي لا احبها ولا العب بها، وهي خط النص الذي يكون اما على اليمين او على اليسار وهو الار ام او ال ام. فسوف يكون هذا اللاعب الذي يتمركز في هذا المكان له دورين يا جماعة، اما الدور الهجومي او الدور الدفاعي، فسوف تجده في كامل هذه المنطقة يا جماعة، على خلاف ال دبليو الذي يتواجد فقط بين خط النص وخط الهجوم. بالتالي فالال ام والال ام يعني بطاقة لن تساعدك بالشكل الكبير في الفوز في المباريات، لانه تخيل معي لاعب يعني الام سوف يقطع كل هذه المسافة، بالتالي فبصوت واحد من المباريات سوف يتعب لك. لذلك يعني اي شخص يلعب بخطة الال ام والار ام سوف تجد انه لديه بدلاء لهؤلاء اللاعبين، لانه مشكلة كبيرة في هذه الخطط. لكن خلونا نتحدث عن نقاط المهارة لان هنالك الكثير من الاخوة يلعبون بهذه الخطط. خلونا ندخل لاي لاعب نمتلكه يا جماعة. فبالنسبة لبطاقة الار ام ولا
لبطاقة الLM فسوف تجد أن لدي يعني نقاط المهارة تقريبا نفس الشيء لدينا التمرير، فبطاقة التمرير أو مهارة التمرير لن تفيد اللعب في أي شيء. خلونا ننتقل للمهارة المولية وهي الخاصة بالمراوغة، فهذه يعني شيء مهم بالنسبة للعب الRM وكذلك الLM. خلونا نشوف آخر مهارة وهي لعب العرضيات والمراوغة والتدخل وقوفا، بالتالي فهذه مهارة التوازن سوف تكون يعني جيدة جدا بالنسبة للعب الLM وكذلك الRM. فبالنسبة إلي فأنا لا أمتلك يعني ولا لعب مطور لكي أستعرض لكم الطاقات الخاصة به، لكن من خلال ملاحظتي لهذه البطاقات فأنصحكم يا جماعة بمهارة التوازن، سوف تفيدك بشكل كبير في الرفع من أداء اللاعبين من خلال نقاط المهارة يا أساطير. والآن يا جماعة خلونا نتحدث عن آخر المراكز يا شباب، يعني المراكز الهجومية يا أساطير. خلونا أول شيء ندخل البطاقة الخاصة بفيني يا جماعة على هذا الشكل. سوف ندخل الآن للتفاصيل الخاصة بهذه البطاقة لأن مهمة بشكل كبير. أي لاعب مهاجم ينبغي لك أن تقوم بإضافة فيه نقاط المهارة في هذا المركز الذي أقول لك. إذا لم تكن نقاط المهارة في هذا المركز فأنصحك يا صديقي أن تقوم بتحديثها وأن تضيف نقاط المهارة في هذا المركز الذي سوف أقدمه لك يا أسطورة. فبالنسبة للاعب الذي تمتلكه يا صديقي ينبغي لك أن تقوم بإضافة في المهارة البارعة يا أساطير، لأن المهارة البارعة سوف تجعل المهاجم الخاص بك أسطوري، خصوصا عندما نتحدث عن مهاجم إستي فسوف يكون الإيقاع الخاص به ضعيف شوية يا جماعة. لكن بالنسبة للجناح لا الـ W ولا حتى الـ R W فينبغي لك يا أسطورة أن تقوم بإضافة في المهارة البارعة. فأنا يعني على سبيل المثال سوف أنتظر إلى حين أن أحصل على بطاقة مسكرة، لأن هذه البطاقة الخاصة بفيني سوف أعمل بها تدريب للبطاقة الخاصة بكفارة. لذلك يعني بالمجمل أفضل مهارة بالنسبة لأي مهاجم في الميدان يا أصدقاء هي المهارة البارعة يا أساطير، لأن المهارة البارعة لا في الـ L W لا في الـ R W لا حتى في الـ ST هي أهم شيء بالنسبة للمهاجم، هذه المهارة البارعة لأنها تضيف في التسارع وفي ردود الفعل والرشاقة يا أساطير. وبمجرد أن تقوم بعمل 3 ماكس فيها على حد الأقصى بعد ذلك فبالتأكيد سوف تقوم بإضافة ما تبقى في هذا المكان وهو الخاص بمنشئ الثغرات، لأنه يضيف التسارع والرأسية والإنهاء والتمركز، أي شيء سوف تجده في المهاجم متوفر في هذه المهارة. لذلك يا صديقي بالنسبة لأي مهاجم تمتلكه المهارة البارعة هي أفضل اختيار في أي مهاجم تمتلكه بعد أن تعطيها ماكس عالمي، سوف أن تفتح معك هذه الميزة. كذلك أعطي فيها آخر نقطة لكي يصبح معك أفضل بكثير من أي مهارة أخرى يمتلكها في هذا المركز. لذلك أتمنى يا شباب أن يكون هذا الشرح قد أفادكم، لأن هناك الكثير من الإخوة يسألونني عن نقاط المهارة. أي شيء ترغبون به اكتبوا لي في التعليقات، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم ولو بالقليل. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.